كمان في بمناسبه بقى الاعمال الدراميه، طبعا بيبقى في مع الاعمال الدراميه دي غنى واغاني مسلسلات وبترتبط الناس بيها. احنا هنروح من الغنى ده لغنى بشكل تاني بيجسد قد ايه وزاره الداخليه مهتميه بالشهداء. العلاقات العامه، اداره العلاقات العامه والاعلام بوزاره الداخليه عملت اغنيه عن مصر الغاليه، اغنيه جميله جدا ممكن نحطها قدام عينينا نسمعها لاولادنا وشبابنا دايما علشان نعرف قد ايه مصر، نعرف قد ايه وزاره الداخليه مهتميه جدا بشهدائها. الحلو بقى في الموضوع والمفاجاه في الموضوع ان اللي مغني هم اولاد الشهداء فعلا، فقد كده بيديني انا معلومه ان لا، وزاره الداخليه وزاره العلاقات العامه والاعلام عارفه اولاد الشهداء، جابتهم غنوا باحساسهم، غنوا طبعا بالمأساة اللي جواهم طبعا لفقد شهدائهم. اغنيه رائعه الصراحه، وانا بستمع ليها يعني تحرك حاجات كتير جوايا. بمناسبه طبعا ان احنا عندنا اعمال وطنيه في رمضان، فاغنيه بتجسد حاجات جديده. كل الشكر الصراحه لاداره العلاقات والاعلام بوزاره الداخليه. هنروح نستمتع بالاغنيه وبولاد الشهداء ونفتكرهم ونعرفهم كمان، ونروح لفاصل ونرجع نبدا اول فقرات.